الهيئات وقيادة السياسية العليا لتخرجكم، وأهني أهاليكم، وكان لي الشرف أني أكون في برج العرب في يوم تخرجكم في معسكر محمد نجيب، وشفت ما شاء الله الكفاءات العالية بهذه المناسبة. طبيعي أشكر جمهورية مصر العربية اللي احتضنت عيالنا، كما بقيت الدول الأخرى اللي تنهلون من علمها والعسكرية والضبط والربط، وكاكم تخرجتوا من أحسن كليات.